بسم الله الرحمن الرحيم. طلبوني بعض الإخوة والأخوات لعرض الصور لتلك الأعشاب التي ذكرت في تلك الوصفة بإذن الله تعالى لعلاج القولون العصبي، وهذه صورهم وأسماؤهم، فالكل يعرفها إلا القليل. فنسأل الله لنا ولكم الشفاء العاجل والسلامة والعافية، وإني أحبكم في الله، فادعوا الله لي بالتوفيق لنا ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم والشفاء، إنه سميع الدعاء، والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.